أحب الله مصر بموقع فريد جعلها قلب العالم النابض وبؤرة اهتمام القوى العالمية وركيزة مصالح الإمبراطوريات القديمة والحديثة. ولقد زاد اهتمام العالم بمصر وبموقعها المتميز بعد حفر قناة السويس، ذلك الحلم القديم الذي راود ألباب الأباطرة والفراعين. إنها قدر مصر التي وهبها الله عبقرية المكان والزمان حتى أصبحت ركيزة أساسية في منظومة التجارة الدولية ورمانة الميزان في الانتعاش أو الكساد العالمي، كما أن القناة تمثل بالنسبة لمصر إحدى ركائز أمنها القومي وأعظم إنجازاتها الحضارية في العصر الحديث، وارتبطت ارتباطا وثيقا بكافة صراعاتها من أجل الحرية والاستقلال وصون الإرادة الوطنية. وترجع فكرة حفر قناة تربط بين البحرين الأبيض والأحمر إلى أقدم العصور منذ ما يقرب من 4000 عام، حينما حفر الفرعون المصري سنوسيرت الثالث أول قناة لربط البحرين عبر نهر النيل، وسجل التاريخ أن مصر شقت أول قناة صناعية على وجه الأرض. ونظراً لأهمية تلك القناة أعيد حفرها 6 مرات على مدار 26 قرنا من الزمان. وعندما فتح المسلمون مصر عام 642 ميلاديا، جدد عمرو بن العاص هذه القناة تنفيذا لأوامر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكرة قناة السويس فكرة قديمة جدا، بدأت في عهد الفراعنة وتم، بس كان البحر الأحمر بالبحر المتوسط مباشرة دون المرور على نهر النيل. وفي العصر الحديث عاد حلم القناة من جديد عندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر بقيادة نابليون بونابرت عام 1798، ففتحت صفحة جديدة في تاريخ توصيل البحرين المتوسط والأحمر، حيث درس نابليون فكرة إنشاء قناة تربط البحرين، وكلف بعثة علمية لوضع دراسات هذا المشروع الذي كان العمود الفقري في برنامجه الاستعماري. ولكن وقع المهندس لوبير كبير مهندسي الطرق في الحملة في خطأ علمي هندسي قال فيه بارتفاع مستوى البحر الأبيض عن البحر الأحمر بمقدار 30 قدما و6 بوصات، مما أكد المخاوف التي ساورت القدماء من شق قناة مستقيمة بين البحرين المتوسط والأحمر. وفي عام 1854 تولى محمد سعيد باشا حكم مصر، واستطاع فرديناند دي ليسيبس إقناع الخديوي سعيد بشق قناة السويس، فحصل الخديوي سعيد على موافقة الباب العالي، وبموجب هذه الموافقة تم منح الشركة الفرنسية امتيازا لمدة 99 عاما
ثم امتيازا آخر في الخامس من يناير عام 1856. بدأ حفر القناة في عهد الخديوي سعيد، وانتهى الحفر تماما وافتتحت القناة في عهد الخديوي إسماعيل سنة في 17 نوفمبر 1869. ومن يومها والسفن تعبر مرورا بالقناة من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال، محملة بالبضائع المطلوب تصديرها واستيرادها في بقاع العالم الشرقي والغربي. طبعا للأسف أنا عايز أقول على حاجة حصلت، إنه ديلي سيبس تعمد من أول يوم فتح فيه القناة إن يستبعد مصر من إدارة القناة. مصر اتحفرت القناة في أرضها، في أرض مصر، ومصر تحملت 80% من تكاليف الحفر البالغة 18 مليون جنيه في ذلك الوقت. وقد استغرق بناء القناة 10 سنوات بين عامي 1859 و1869، وساهم في عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري، ومات خلالها أكثر من 120 ألف عامل أثناء عملية الحفر. وإن دل ذلك فهو دلالة كبيرة على مدى قدسية ذلك الشريان الحيوي في التاريخ النضالي لمصرنا الحبيبة. كذلك سخر من المصريين 2.5 مليون عامل لحفر قناة السويس، مات منهم تحت سياط لهيب السياط والشمس المحرقة 120 ألف واحد. بعد 10 سنوات من العمل الشاق والتضحيات الجسيمة وفي حفل أسطوري مهيب دعي إليه ملوك وأباطرة العالم، تم افتتاح القناة للملاحة العالمية في عام 1869. كذلك مصر تحملت تكاليف افتتاح القناة اللي هي 3 مليون جنيه مصري، دي كلهم تموا بالاستدانة من بيوت المال العالمية. ورغم كل هذه التضحيات من جانب مصر وأن القناة في أرض مصر، إلا أنه ديلي سيبس تعمد من أول يوم أنه يبعد مصر عن إدارة القناة. ففي اليوم التالي للافتتاح عمل مجلس إدارة لشركة قناة السويس العالمية دون أن يدعو مصر، مع أن مصر كان لها كام سهم؟ 44% من أسهم القناة، ومع ذلك لم يدعوها إلى الاجتماع الأول الذي سوف يتم فيه تحديد رسوم مرور السفن في قناة السويس. ليه بقى؟ عاوز يحدد الرسوم يخليها في الحد الأدنى، فحددها بكام؟ بعشرة سنت للطن صافي قناة السويس. يبقى دي أول مرحلة. في نفس سنة الافتتاح سنة 1869 عمل خطوة تانية أخرى ديلي سيبس بحيث تستبعد مصر من الحصول على إيرادات من قناة السويس. كان هو وبيحفر القناة واخد إعفاء جمركي للمعدات اللي يحفر بها القناة. فقال للحكومة المصرية إيه؟ وده بيورينا إن دايما بعض الحكومات المصرية ما تبقاش فاهمة مصلحة مصر. قال لها أنا هتنازل لك عن حق الإعفاء الجمركي بشرط ما تاخديش أرباح على الـ 44% من أسهم القناة لمدة 25 سنة. في سنة 1875 تم بيع هذه الأسهم بأقل من 4 مليون جنيه مصري لبريطانيا. يبقى كده مصر خلاص، ودفعت مصر الجزء من الأرباح اللي كانت شي بتاخده، خصم من المبلغ. آخر حاجة مصر كان ليها 15% كل فرمانات حفر قناة السويس، كان في بند ينص على أن مصر بتحصل على 15% من صافي أرباح قناة السويس قبل توزيع الأرباح على المساهمين. فراح الخديوي باعها سنة 1880 بما يعادل 860 ألف جنيه مصري، مع أنها كانت تغل كل سنة 869 ألف جنيه، يعني باعها أقل من الإيرادات بتاعتها ب 9000 جنيه مصري. وفي عام 1882 وقعت مصر تحت الاحتلال البريطاني لتنقطع صلتها بالقناة وعوائدها، إلى أن قام الضباط الأحرار بثورة 23 من يوليو عام 1952 وتنازل الملك فاروق عن العرش. ومنذ ذلك التاريخ عادت مصر للمصريين، وعمل الرئيس جمال عبد الناصر على تأكيد استقلال مصر
وامتلاكها لمقدراتها ومنجزاتها الحضارية. وكان أبرز هذه الإنجازات عودة قناة السويس للسيادة المصرية، حيث قرر الرئيس جمال عبد الناصر في 26 من يوليو عام 1956 تأميم شركة قناة السويس وتحويلها إلى شركة مساهمة مصرية ونقل ملكيتها من الحكومة الفرنسية. باسم الأمة، رئيس الجمهورية، مادة واحد، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات. وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا على إدارتها. ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة. ضربة كانت للمعلم، ضربة كانت للمعلم، والحيطار الاقتصادي، والحيطار الاقتصادي، جت سلاحه طياراته قوطاته دباباته، جت سلاحه طياراته قوطاته دباباته، واعتدى علشان يسلم. جاء الرئيس عبد الناصر واتخذ قرارا حكيما قويا شجاعا متحديا الغرب ومتحديا الدول الأوروبية كلها، وأصدر قرار بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس للملاحة الدولية وخلاها شركة مساهمة مصرية. ومن هذا اليوم أصبحت شركة قناة السويس وهيئة القناة تابعة لمصر وملكا لمصر وملكا للشعب المصري، والعائد يعود على الشعب المصري. وبالتالي كان هذا القرار سبب في تآمر أوروبا وتآمر إنجلترا وفرنسا وإسرائيل على مصر، وجاء العدوان الثلاثي عام 56 علشان يهاجم مصر ويهاجم مدن القناة انتقاما من قرار عبد الناصر. ولكن عبد الناصر تحدى الإرادة الدولية وتحدى الغرب وأصر على مقاومة العدوان، وانتصر في ديسمبر في 23 ديسمبر 1956. وكان من جراء ذلك قيام العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وتوقفت الملاحة في القناة. ولكن بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر وانسحاب القوات المعتدية، عملت مصر على تطهير القناة وافتتاحها للملاحة الدولية، وذلك في العاشر من إبريل عام 1957. وعادت قناة السويس مرة أخرى حلقة للاتصال بين الشعوب ولتؤدي رسالتها الإنسانية في خدمة الحضارة والسلام. بعد ما أممها الزعيم جمال عبد الناصر، إيرادات القناة غطت تكاليف بناء السد العالي المشروع العملاق الذي حمانا الله به من انخفاض الفيضانات المتتالية في سنوات عديدة، وحول كثير من أراضي الري الحياض إلى الري الدائم، مولد كهرباء وحاجة، وما زال يؤدي دوره في الاقتصاد المصري حتى الآن. يبقى إذن عبد الناصر كان محقا ولا ما كانش محق؟ فيه الاستعمار البريطاني ما عطناش
الاستعمار البريطاني احتل مصر في 1882. سنة 1880 قبل ما يحتلنا بسنتين اشترى اسهمنا وبطل يعطينا اي شيء من ايرادات قناة السويس. ظلت القناة تعمل بكامل طاقتها وكفاءتها حتى شنت إسرائيل عدوانها الغاشم على مصر في 5 يونيو 1967، وتسبب هذا العدوان في إغلاق قناة السويس لأكثر من 8 سنوات. خسر العالم خلالها ما يزيد عن 13 مليار دولار، وخسرت مصر ما يقرب من 1500 مليون جنيه. وعقب حرب 67 احتلت القوات الإسرائيلية شبه جزيرة سيناء حتى الضفة الشرقية لقناة السويس، وارتكزت استراتيجية القوات الإسرائيلية الدفاعية لحدودهم الجنوبية على مانع مائي ضخم وهو قناة السويس، ولمنع القوات المصرية من عبور قناة السويس والاستحواذ على الضفة الشرقية أقاموا خطا دفاعيا شديد التحصين عرف بخط بارليف نسبة إلى الجنرال الإسرائيلي حيين بارليف، وهو خط دفاعي يهدف إلى إحباط أي محاولة هجومية مصرية عبر القناة. مثل عبور القناة تحدياً ضخماً أمام القوات المصرية نظراً للعقبات التي وضعتها القوات المحتلة، والتي تمثلت في المانع المائي الموجود بطبيعة الحال وطياراته المائية الشديدة وسد ترابي هائل أقامته إسرائيل ملاصقاً للحافة الشرقية للقناة، وشيدت داخله تحصينات مزودة بجميع أنواع الأسلحة والنيران بالإضافة إلى الموانع وحقول الألغام المحيطة، ثم حاجز اللهب الحارق المغطي لسطح القناة. قناة السويس بعد نكسة حرب 67 يونيو 67 أغلقت القناة واستمر إغلاقها لمدة 8 سنوات، اللي هي فترة حرب الاستنزاف وفترة حرب أكتوبر، حتى أعيد افتتاحها بعد انتهاء حرب أكتوبر. قناة السويس أثناء الغلق كانت تحت سيطرة القوات المسلحة المصرية والمجهود الحربي، وكانت مؤمنة من قبل القوات المسلحة المصرية على الشاطئ الغربي للقناة، والشاطئ الشرقي كان فيه العدو الصهيوني وفي سيناء، وظلت القناة بهذا الحال لمدة 8 سنوات. ثم جاء الرئيس أنور السادات وأعاد افتتاح القناة بعد انتهاء حرب أكتوبر 73 المجيدة.
العربي على الجانب الشرقي في سيناء، أقاموا العدو الصهيوني وسماه خط برلين، وكان حصول منيع، وكان عبارة عن ساتر من الأتربة وقضام من الحديد من السكك الحديدية التي كانت ما بين القنطرة والعريش، وتم استخدام هذه القضام الحديدية في عمل خط برلين، وتم يعني زرع الغان ونضال بمحاذاة الشاطئ الشرقي لقناة السويس من قبل العدو الصهيوني، وبالتالي أصبحت القناة في موقف من الصعب إن هي اقتحامها واجتيازها، ولكن الجندي المصري ولا يقف أمامه أي عائق، واقتحم القناة وعبر في 73، وبخراطيم المياه تم اختراق الساتر الترابي وانهاء وجوده، ودي كانت مفاجأة للإسرائيليين لأن الجيش المصري اخترع طرق جديدة لعبور القناة واقتحمها، واقتحم أكبر مانع مائي في التاريخ يقابل أي جيش من جيوش العالم. وعقب نصر أكتوبر المجيد بدأت ملحمة حقيقية لتطهير القناة وإزالة ما بها من سفن غارقة وألغام ومخلفات للحرب، وقد شارك في هذه الملحمة عدد كبير من القوات البحرية للدول العظمى بجانب أبناء مصر الأبطال من القوات البحرية. وفي 5 من يونيو من عام 1975 أعيد افتتاح القناة للملاحة في احتفالية تاريخية تقدمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي اختار يوم النكسة ليكون يوم الاحتفال بعيد الفتح الثاني للقناة. إن ابن هذه الأرض الطيبة الذي شق بعد حرب اكتوبر 73 افتتح القناة، و يعني اعاد الشريان المجرى المائي الى الحياة مرة اخرى، وقام بإعادة افتتاحها واستخدامها للملاحة الدولية. ومع التقدم التكنولوجي طور العالم من أحجام السفن وحجم الحمولات المنقولة، لذا شرعت هيئة قناة السويس عقد إعادة افتتاح القناة مباشرة، شرعت في تطوير المجرى الملاحي ليرتفع غاطس السفن العابرة من 38 قدم إلى 53 قدما، وتزيد قدرة القناة على استيعاب الحمولات من 60,000 طن إلى 150,000 طن دفعة واحدة. وافتتح الرئيس السادات هذه المرحلة الهامة عام 1980. وتوالت مشاريع التطوير بامتلاك هيئة قناة السويس أكبر أسطول من الكراكات الحديثة، ساعد على رفع غاطس القناة تدريجياً حتى وصل في يناير من عام 2010 إلى 66 قدماً، وقفزت معه القدرة الاستيعابية للقناة إلى 240,000 طن للسفن المحملة، كما يمكن للسفن الأخرى الأكبر حجماً من ذلك أن تعبر القناة فارغة. وبذلك أصبحت القناة قادرة على استقبال 62% من أشهر ناقلات البترول العائمة، و 94% من أسطول سفن الصب، و 100% من أسطول سفن الحاويات العالمية. ليس أدل على كفاءة قناة السويس وقدرتها على الخدمة الملاحة العالمية
من عبور أكبر سفينة حاويات تابعة لشركة CMA CGM للمجرى الملاحي لقناة السويس صباح يوم السبت الموافق 2 مايو 2015. وتعتبر السفينة هي ثالث أكبر ناقلة حاويات في العالم وثاني أكبر سفينة تعبر قناة السويس خلال 3 أشهر. وقد استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السفينة بمدينة الإسماعيلية وأهدى طاقمها دروعا تذكارية كتقليد تتبعه الهيئة في استقبال السفن التي تعبر القناة في أول رحلة لها. وقال الفريق أن عبور السفينة رسالة أمان للعالم تؤكد قدرة القناة على استيعاب أكبر سفن الحاويات في العالم. النهاردة يوم تاريخي في تاريخ قناة السويس، لأول مرة عندما قامت ثورتي 25 من يناير و 30 من يونيو لعامي 2011 و 2013 كان من أخطر المهام التي حرصت مصر على تنفيذها وسط كل التحديات الداخلية والخارجية التي صاحبت الثورتين هو الحفاظ على سلامة وأمن الملاحة في القناة باعتبارها أمن مصري قومي. وعهد إلى القوات المسلحة بتأمين القناة وتضافرت كافة جهود الدولة في تأمين المجرى الملاحي للقناة شرقا وغربا بمنظومة أمنية متكاملة، وذلك دعما للاقتصاد المصري والعالمي وتأكيدا على قدرة مصر في حفظ أمنها القومي. مهمتي هنا تأمين المجرى الملاحي من
للمصريين جميعا. وأكد السيسي أن المشروع سيراعي عدم الوقوع في أخطاء ماضية لمشروعات قومية مثل شرق العوينات وتشكى، وأوضح أن المصريين سيكون لهم دورا كبيرا في تمويل المشروع، وسيتم الاعتماد على شركات المقاولات المحلية لإنجاز المشروع تحت مظلة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وذكر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن التكلفة الإجمالية لشق قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلومتر بالإضافة إلى حفر 6 أنفاق للسيارات والسكك الحديدية أسفل القناة سيصل إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه. من جانبه فقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق مهاب مميش ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن يتم تقليص مدة تنفيذ عملية الحفر والمقرر لها 3 سنوات إلى عام واحد فقط، وهو ما تم بالفعل، ليشهد العالم ملحمة وإرادة شعب لا يقهر ولا تهزمه الصعاب. حفر القناة 72 كيلو تم. Thank you.
حفر القناة. وكان الرئيس مصرا على أن تطرح أسهم القناة على المصريين وحدهم، وقد حذره عدد من الوزراء بأن القيمة المطلوبة لن تتحقق إلا خلال عدة أشهر، إلا أن السيسي كان يعتقد أن تمويل المشروع لن يتجاوز أياما قليلة، أسبوعا على الأكثر. وبالفعل كان توقع الرئيس السيسي في محله، لقد وقف المصريون في طوابير طويلة أمام البنوك حتى يتمكنوا من المساهمة في المشروع. وفي يوم الاثنين 15 سبتمبر من عام 2014 أعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي أن حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس وصلت إلى 61 مليار جنيه في 8 أيام فقط، وهو المبلغ المطلوب لحفر القناة الجديدة والمشروعات الملحقة بها. وقال هشام رامز أن هذا الإنجاز الذي حققه المصريون يعد أكبر حجم للعمليات المصرفية في تاريخ الجهاز المصرفي المصري، وأضاف أن جمع المصريين ل 61 مليار جنيه خلال 8 أيام هو رسالة من المصريين إلى العالم بأن هذا الشعب قادر على تحقيق الكثير من الإنجازات. منش أقلم اللي بيساعده، ومن حق ان انا اساعده، لو ان انا مش هعيش كمان 5 سنين بس برضو بساعد باللي بقدر عليه. فهو كلنا معايا، وانا لو احتاج مني شغل لقناة السويس اروح اشتغل في قناة السويس. عشان مصر. فايدة ايه؟ مش عايزين فايدة، ده عشان مصر. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رب عرفنا، انا كل ما بشوفك واسمع صوتك قلبي بيبكي وانا بعيط لوحدي عشانك. ربنا بعته لينا. انت حبيب الشعب المصري وحبيب انا شخصيا، وربنا يخليك لينا. جاي اساعد بلدي، احط الفلوسات اللي معايا، وحتى لما اموت هسيبهم لبلدي. اسالوا كل الناس من هم اجدع ناس، هم المصريين يا ارض اطيب ناس، كل كتف واحساس حفظك رب العالمين. الشعب المصري لما بيحس ان في رئيس محترم والرئيس ده بيعمل لمصلحة الشعب المصري. إلى سنة واحدة. إن القوات المسلحة بالتعاون مع 17 شركة محلية بدأت في عملية الحفر للجزء الجاف بطول 35 كيلومتر، وتم تكريك وتعميق 37 كيلومتر أخرى ليصل طول القناة الجديدة إلى 72 كيلومتر. لقد أعلن تقرير الجهاز التنفيذي لإدارة مشروع قناة السويس الجديدة مؤخراً عن نجاح الكراكات في رفع 259 مليون و624 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 98.5%، وانتهاء عمل 23 كراكة. وأشار التقرير إلى وجود 22 كراكة تعمل حاليا في أعمال التكريك، وأربع كراكات تابعة لهيئة قناة السويس
تعمل بتفريعة البلاح نجحت في رفع 14 مليون و358 متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة ما يقرب من 95.5%. وذكر التقرير أيضا أن 18 كراكة تابعة للتحالف الإماراتي البلجيكي الهولندي تعمل في المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة نجحت في رفع أكثر من 199 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 98%. وأكد التقرير انتهاء أعمال التكريك للتفريعة الغربية للقناة في منطقة البحيرات الكبرى التابعة للتحالف البلجيكي الأمريكي، حيث تم رفع 46 مليون و264 ألف متر مكعب بنسبة 100%، وقد شارك 13 كراكة لإنجاز العمل في هذا القطاع. قناة السويس القديمة ما كانش تعدي فينا إن شاء الله. الناس هنا احنا نعتبر أسرة واحدة، احنا بنقعد في الكراكة مع بعض أكتر ما بنقعد مع أهلينا. 48 ساعة خدمة متواصلة، مفيش راحة لأعمال الصيانة. واحنا طالما بنخدم مصر يعني مالناش أي تعب، نشتغل 24 ساعة. في ترابط وفي يعني جو ألفة وأسرة كده بين الناس وبعضيها. وطوال مدة هذا العام منذ شهر أغسطس الماضي، ومنذ أن أعلن الرئيس عن البدء في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديد، حرص سيادته على تفقد وزيارة موقع القناة أكثر من مرة من أجل الوقوف على مجريات العمل ولتشجيع العاملين هناك والتأكيد على مدى أهمية هذا المشروع والذي يمثل نقلة حضارية في تاريخ مصر المعاصر. كان هناك مشروع ما بين إسرائيل والأردن للتفكير في قناة بديلة عند البحر الميت. كان مشروع
ساعدت على كل هذه المشاريع، وأصبحت قناة السويس هي هناك سعادة لأجيال قادمة وقادمة وقادمة. وبالتالي كلية هذه المعازة الأعلى يضاف إلى رسمية إنجازات مشروع قناة السويس، لأن قناة السويس أصبحت معمرة تعميرا من جميع الوجوه الاقتصادية والمالية والأمنية والمنافسة، ومنعت أي شركات أخرى أو دول أخرى تنافس قناة السويس. إن تحويل قناة السويس من مجرد معبر تجاري إلى منطقة بحرية عالمية ولوجستية وصناعية وعمرانية متميزة يعني أن القناة الجديدة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. والسؤال الآن، ما هو المردود الاقتصادي لمشروع قناة السويس الجديدة؟ وما هي أهم المشروعات والاستثمارات التي ستقدم من خلال هذا الصرح العملاق الذي يؤكد على صلابة وقوة الشعب المصري؟ قناة السويس بتدخل لنا دلوقتي 5.3 مليار دولار، إن شاء الله هتبقى في السنة هتدخل لنا الشركات الصينية واحدة مكان في هذا الكون تجمع معي مش عارف فين وفين المول بس
كل المصريين رئيسا وشعبا وجيشا وشرطة وقضاء وكل الشعب المصري، وأقول لهم مبروك عليكم هذا الإنجاز. حلم اتحقق، وإن شاء الله هيعود على البلد اقتصاديا وسياسيا بطوائف كثيرة ومتعددة. حدث رهيب يهز العالم كله، إن يطلع راجل بطل يحقق التنمية والتطور للشعب المصري من خلال رغبة الشعب المصري نفسه. طبعا انت شايف ان يوم ما قال احنا عايزين دعم علشان نفتح القناة، الناس كلها خرجت من بيوتها وحطت فلوسها، واللي معهوش يعني اللي معاه جمع القرشين اللي معاه ايا كانت، وعمل المشروع ابتدى يطلع للنور، مشروع بشايره ابتدت طبعا تبان، العالم كله بيتكلم عليه، هيحقق نهوض رهيب جدا وتنمية رهيبة جدا. اعتقد انها تعود بالنفع على كل طفل موجود في البلد، يعني ان شاء الله تبقى فاتحه خير على مصر ان شاء الله، وربنا يوفقنا باذن الله. قول له الف الف مبروك، ارفع راسك فوق، انت مصري. قناه السويس رفعت راسنا كلنا. فكر جديد، استثمار جديد، اقتصاد جديد، عماله جديده، ايد عامله كتير، مصانع جديده، منتجعات جديده، سياحه. يعني عارف انا من جنوب سيناء، هقول لك ايه، انا حسيت بالحياه اول ما عرفت ان في قناه السويس جديده. حسيت ان في نظره، انا هتحط على الخريطه، نويبة هتحط على الخريطه، ده نفسي هتحط على الخريطه، احنا كناس هيتبص لنا، لان العمران هيجي يمتنا، مش هيفضل كله في الدلتا. اشتاق البحر الابيض لرمال.
العين.